نبقى مشاهدينا الاعزاء معكم في اجواء هذا العرس الثقافي لهذا اليوم، حيث افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه معرض الشارقه الدولي للكتاب في دورته 33 الذي يمثل عرسا للثقافه والكتاب بحضور عدد كبير من ابرز الشخصيات المحليه والعربيه والعالميه. نتابع معكم هذا التقرير عن افتتاح هذا المعرض مع الزميله رشا رمضان. بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 59 دولة، يستقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب زواره من جديد في دورته 33 ليعلن عن ميلاد لمطبوعات جديدة ويحتفي بروائع الثقافة والأدب، ويطرح قرابة 1,400,000 عنوان من المنشورات بنحو 200 لغة. تتميز هذه الدورة بخصوصيتها نظرا لمواكبتها احتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، وتم اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو لتكون ضيفة شرف المعرض. تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة الدول المشاركة من حيث عدد دور النشر بواقع 141 دارا متنوعة، مما يدل على ريادة الدولة في العطاء الثقافي للمجتمع. معرض الكتاب ما شاء الله يعني من كل سنة وسنة يحقق نجاحات، ونجاح بارز يعني من عدد الناشرين المشاركين فيه. أكثر دور نشر اختار هذا المعرض لإصدار الكتب الحديثة لديهم، وصار نقطة لقاء ثقافي تعليمي مش للإمارات بس، توقع للمنطقة الشرق الأوسط وحتى دول من خارج المنطقة الشرق الأوسط مشاركين في المعرض. وتشارك أيضا العديد من الأجنحة ممثلة بالدول العربية والأجنبية، وهو ما يؤكد احتلال المعرض مكانة ثقافية رائدة تعكسه أرقام المشاركات والزوار. أولا أنني تشرفت بسماع الكلمة الضافية الرائعة المميزة الاستثنائية لصاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان الدكتور، الذي في الواقع ارتجل كلمة رائعة من القلب إلى نفسه فأبدع إبداعا كثيرا فيما قال. وثم أتينا إلى المعرض ورأينا الجناح السعودي الحقيقة المميز الذي أبدع فيه زملائنا إبداعا رائعا وقدموا الكثير، وشارك أيضا سموه في هذا الجناح وتشرفنا بزيارته له. هذه التظاهرة لا محدودة للكتاب والكتاب ولكافة العاملين في هذا القطاع، هذا الحدث له عيد لهم ومحفل سنوي يعلي من شأن الكتاب الذي به تنهض شعوب وتصنع حضارات. تجمع جميل مشاهدينا الاعزاء لهذا اكيد المؤتمر معرض الشارقه الدولي للكتاب على هامش معرض الكتاب. تم توقيع ايضا النسخه الاولى لكتاب المتوصف لسعاده عبد الله بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث. نتابع تفاصيله مع الزميله مديحه معارج. المتوصف امثال وحكم من الامارات، هذا هو عنوان الكتاب الأول لسعادة عبد الله بن دلموك الخبير في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وقع سعادته اليوم على نسخة كتابه الأول في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته 33. عندي أبحاث كثيرة هي على ورق، ولكن بدأت فيها من 1991 تقريبا، واليوم هذا كتاب المتوصف يتكلم عن الأمثال والحكم في الإمارات. والأمثال والحكم طبعا في حياتنا يمكن حتى قبل 91، لكن بدأنا بجمعها من أنا بدأت بجمعها والاهتمام بها من 91. مثل ما قلت لك عندي بحوث كثيرة، لكن ارتأيت أن يكون هذا أول بحث ينطلق من الورق إلى كتاب، والحمد لله اشتغلت عليه تقريبا حاليا في التجهيز اكثر عن 3 سنوات. لي يعني
خلنا نقول أكثر كنت دقيق في انتقاء الكلمات وانتقاء الشرح وتوصيل المعلومة بالطريقة المختلفة عن باقي الكتب، لأن في كتب الأمثال كثيرة في الدولة. نحن في هذا الكتاب أو يعني أنا وفريق العمل اللي اشتغلوا وياي تحريت أني أطلع الأمثال الخاصة بدولة الإمارات فقط. وإذا قريت الكتاب ما بتلقين أي مثل ما يحمل ريحة الإمارات أو لهجة الإمارات ولكنة أهل الإمارات من الشرق إلى الغرب. فالكتاب شامل لأمثال وحكم أهل ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، وإن شاء الله أني أقدر أثري به المكتبة التراثية في البلد. وهذا أول إصدار، الكثير لم نكتبه بعد، ولكن الكتاب أعتقد حجمه كذي يكفي. إن شاء الله أنه بيكون له طبعة ثانية في المستقبل، لكنها أعتقد أنه وصلنا إلى ما يقارب 400 مثل وحكمة. فكتاب إن شاء الله أنه يعجب القارئين إن شاء الله. يرحب